لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ كالعادة من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، بعد اعتقال عدد منهم، قوات الأمن الحكومية تفرق المعتصمين بالقوة وسط البصرة. في صحيفة المدى، الكتلة الأكبر تباشر ترجيل أعضائها وتتلقى تطمينات كردية وسنية. في موقع كتابات، بعد محادثاته مع العبادي، بومبيو على بغداد النظر لمصالحها وليس لمصالح طهران. في موقع الجزيرة نت، على حكومة العراق، واشنطن وطهران تتصارعان بالساعات الأخيرة. في العربي الجديد، وقف التمويل الأمريكي للأونروا ثاني خطوة لتصفية القضية الفلسطينية. في القدس العربي، وزارة الدفاع الأمريكية تلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار. وفي صحيفة الحياة، اجتماع في بغداد لمكافحة داعش بمشاركة روسية إيرانية سورية. السلام عليكم. أي ديمقراطية هذه في العراق؟ تحت هذا العنوان كتبت لهاي عبد الحسين مقالا في صحيفة المدى. فقد مضى على إجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد أكثر من 3 أشهر، وما زال المنتخبون أو من يتزعمهم يتحاورون بشأن الكتلة الأكبر. اليوم فإن العراق يعيش في ظل نظام نقيض لما كان قائما قبل 2003، نظام يمكن أن يطلق عليه اللا نظام، فلا هو بالنظام المركزي السلطوي الحاكم المستبد، ولا هو بالنظام الديمقراطي المرن والمفتوح الذي يهتم بتوسيع السلطات ويمارس العدالة الاجتماعية بتطبيقها على الجميع بمن فيهم الحاكم والمحكوم ليقعوا تحت طائلة القانون وبالتساوي الذي لا جدال فيه. نظام لم يكسب العراقيون منه غير صندوق الاقتراع ودستور طبخ على عجل يجهل من يفترض أن يعمل بموجبه مبررات تشريعه، ما فتح الطريق لسوء التفسير وسوء التطبيق أو التلاعب ببنوده في أحسن الأحوال. وكان من بين نتائج هذه الخلطة الغريبة أن صرنا نسمع بجواز تعدد الهويات، دينية كانت أو طائفية أو قبلية أو عرقية، لمنافسة الهوية الوطنية العامة والجامعة بلا أدنى شعور بالذنب أو القلق. وخذ التشويه الذي لحق بفكرة الحرية لتعطى معنى فج ومبستر يتحدد بالتصرفات المجردة للأشخاص بلا قيد أو شرط، وممارسة الغش وشرعنته وتحكم بالمال والبيت والأولاد، بل وممارستها على طريقة سكان الغابة والمحتمين بقفارها الواسعة. وتقول الكاتبة، تجربة الكتلة الأكبر لم تنجح في الماضي إلا بتأمين أمر الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء وتكريس الفرقة والاختلاف بين الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية في الدولة فقط. من سيحسم تشكيل الكتلة الأكبر؟ سؤال يطرحه الكاتب سامي الزبيدي في صحيفة الزمان العراقية. فما زال التنافس على أشده بين الكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات، خاصة سائرون ومن معها والفتح ودولة القانون ومن معهما لتشكيل الكتلة الأكبر، وكل يقول نحن أقرب لتشكيلها. المشكلة أن كلا التحالفين لم يخرجا عن التخندق الطائفي حتى الآن. الأمنيات ومعها التصريحات باتت أضغاث أحلام، وتغيرت كل الحسابات وانقلبت كل الموازين بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي الذي لم يكن شاملاً لكل الصناديق كما جاء في قرار مجلس النواب، ولم يكن دقيقاً حيث أبقى على العديد ممن طالتهم شبهات التزوير والفساد وسرقة أصوات الناخبين ضمن الفائزين في الانتخابات، ثم إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات التي شابه الكثير من عمليات التزوير والتلاعب بالنتائج.
عندها بدأ التنافس الكبير لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً التي ستطلع بقيادة البلد خلال الأربع سنوات القادمة، حيث تلوح في الأفق عودة التحالفات والاصطفاف القومية والطائفية إلى الساحة السياسية العراقية وعودة المحاصصة الحزبية والطائفية في تقاسم المناصب. هذه الأمور ستعيد العراق إلى المربع الأول، أي إلى المحاصصة والفساد والسرقات وإهمال الخدمات وإهمال معاناة ومطالب الشعب واحتياجاته الأساسية التي تظاهر أبناء شعبنا واعتصموا وقدموا الشهداء من أجلها ولم يحصدوا إلا الوعود والتسويف. يضيف الكاتب عودة المحاصصة الحزبية والطائفية وتقاسم المناصب التي دمرت البلاد والعباد لتسيطر على المشهد السياسي من جديد. يقول الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية: لا يمكن حصر منصب رئيس الجمهورية العراقية بشخص، وبالطبع لا يمكن قصره على حزب أو قومية معينة، فما تطالب به غالبية العراقيين يذهب إلى أن تكون المناصب خارج التصنيف الحزبي والطائفي والقومي، بل إن دعوات مهمة تتصاعد لاعتماد النظام الرئاسي أو في الأقل المختلط، بما يضمن انتخابا مباشرا للرئيس يمنحه صلاحيات استثنائية. ولا جديد في القول أن رئيس جمهورية العراق ليس مجرد مندوب لحزبه في بغداد، ولا حتى ممثلا لقومية أو مذهب، كما أنه ليس منصبا تشريفيا كما جرت الإشارة خلال السنوات الماضية، بل تقع على عاتق الرئيس أدوار كبيرة عليه أن يتصدى لها، أبرزها في المطلق مراقبة الخروقات الدستورية والإعلان عنها، والرئيس في هذه الحال يمثل صوت الدستور والراعي لتطبيقه، بالإضافة إلى حقه في تقديم مشروعات القوانين أسوة بمجلس الوزراء، وهو هنا يتقاسم مسؤوليات السلطة التنفيذية التي يعتبرها الدستور مكونة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وإذا كان العنوان الرئيس للمرحلة السابقة هو الحرب على داعش بما فرض اعتبارات مختلفة في التعاطي مع هذه الحرب، فإن التحدي الذي يطرحه الاحتجاج الشعبي أمام القوى السياسية لا يقل أهمية، وهي مطالبة بتبني محاربة الفساد وبناء بيئة قانونية سليمة لتحصين الدولة كعنوان للمرحلة المقبلة. ويضيف الكاتب أن الأحزاب العراقية باتت مجبرة في هذه المرحلة على التعاطي ولو شكلاً مع المطالب الشعبية العربية والكردية على حد سواء، باختيار تشكيلة حكومية قوية متجانسة فعالة قادرة على تحقيق الأمن والبناء، وأيضاً لا تمثل انعكاساً مباشراً لنظام المحاصصة الحزبية. لقد حكم العراقيون مسبقاً وهم يرون بلدهم إلى الوراء يوماً بعد آخر، حكموا مسبقاً أن الأوضاع سوف لا تتبدل ما دامت ذات الوجوه الكالحة مستمرة، بحسب الكاتب خليل إبراهيم العبيدي في مقال في موقع كتابات. إن الاختلافات لا زالت عرقية والمطالب لا تهم الناس في مسألة كركوك، أو أنها لا زالت مذهبية في مسألة شخص رئيس الوزراء، أو المطالب لا زالت تجارية في مسألة هذه الوزارة الحلوب أو تلك الوزارة الطروب، إنها والله ليست سياسة إنما هي سوق نخاسة، وإنما سيتمخض عنها برلمان كسابقه مكان للمناكفة والمنابزة ومكتب لتصديق العقود، أما الحكومة فستكون كسابقاتها حكومة تستهلك الزمن وتقطع الأعوام بين تبرير أخطاء الحكومات السابقة والبناء عليها، ليكون كل إنجازها لغو بلغو، لا برنامج ينقذ البلد ولا سياسي يتفهم مطالب العامة. ومن المتوقع أن تتصاعد الإضرابات لتتحول إلى اضطرابات، وإن كل الدلائل تشير إلى أن القادم أسوأ من الحاضر، والحل هو حل البرلمان قبل ولادته وتعليق الدستور. ويختم الكاتب: يجب أن تبادر الأمم المتحدة بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تدعمها قوات دولية لتحافظ على الأمن ولتقوم بحماية هذه الحكومة من الميليشيات العابثة بمقدرات هذا الشعب، وتعمل هذه القوات على إشاعة القانون وحماية وسائل تفعيله.
دخلت الخطوات الأمريكية أكثر الفصول خطورة عقب قرار إدارة ترامب وقف المساعدات المالية التي كانت تدفعها الولايات المتحدة سنوياً للوكالة في مسعى لتصفية قضية اللاجئين، بعد تلميحات متعددة صدرت أخيراً بشأن إعاقة ملف اللاجئين لمفاوضات التسوية ولمحاولات فرض ما يسمى بصفقة القرن التي يطبخها الأمريكيون وبعض العرب للقضية الفلسطينية، بحسب الكاتب ضياء خليل. تقدم الوكالة الأممية مساعدات لحوالي 5 ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، والذي يقطن فيه نحو 110,000 لاجئ فلسطيني، وهو أكبر مخيمات اللاجئين 8 في القطاع المحاصر. ويبدو الفقر في كل جنباته الممتدة على الرغم من حركة الإعمار التي طالت أطرافه الحيوية. وتتضمن خدمات الوكالة مساعدات إغاثية ورعاية صحية وتعليمية ومساعدات نقدية للأسر الفقيرة من اللاجئين. إن القرار الأمريكي يأتي في سياق سياسة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وحلها بما ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية، خصوصاً أن الإدارات الأمريكية كانت تدعم المؤسسة الأممية منذ نشأتها وحتى قبل صعود ترامب للرئاسة وتوفر لها الدعم المالي والسياسي. إن الإدارة الأمريكية تحاول الآن التخلي عن أونروا وتشويه صورتها وتتهمها بالانحياز، وتزعم أن بقاءها يبقي الصراع مشتعلاً وقائماً، وتحاول الدفع تجاه شطبها، على الرغم من أنها أسست بموجب قرار دولي صادر عن الأمم المتحدة. التوقف عن تقديم المساعدات مخالف للقانون الدولي، لأن الوكالة نشأت بموجب قرار دولي وباشرت عملها في عام 1952 في الأراضي الفلسطينية ودول الطور، وهذا القرار نص على تقديم الخدمات لصالح اللاجئين إلى حين عودتهم لأراضيهم. تركيا والغرب الجيوسياسي، سؤال: هل تركيا لا تزال جزءاً من الغرب؟ سؤال ينتمي إلى جيوسياسية القرن العشرين، أما الآن فقد أضحى بلا معنى، بحسب الكاتب طه أوزهان في مقال بموقع عربي 21. ففي القرن 21 بات السؤال عما إذا ما زالت تركيا جزءاً من المعسكر الغربي غاية في التعقيد، حيث تصعب الإجابة عنه. إنه السؤال الذي بدأ الجدل حوله يتكثف ما بعد عام 2002، عندما رفضت تركيا المشاركة في غزو العراق عام 2003، كانت عناوين الصحف والبرامج الإخبارية في الغرب تتحدث عن انتقال تركيا من محور إلى محور. حينها فجأت معارضة تركيا للولايات المتحدة أضخم قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي نيتو كافة الأطراف المعنية، وعلى النقيض من الزعم بأن تركيا تحركت بعيداً عن توجهها الغربي، فقد بدأت تركيا حينها عملية طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبدأت المفاوضات في عام 2004. لو نظر إلى الأمر بعناية، فإن تلك المساحات والمواضيع التي جمعت تركيا والغرب معاً وأثمرت التعاون فيما بينهما في الماضي ما زالت قائمة في يومنا هذا. في الوقت الذي نتناقش فيه حول ما إذا كانت بريطانيا ما بعد بريكست لا تزال جزءاً من أوروبا، وبينما تعمل الولايات المتحدة على تقويض المنظومة الغربية السياسية والأمنية والاقتصادية التي ساعدت في إنشائها على مدى عقود، باتت القضية المطروحة للتساؤل ليس من ينتمي إلى المعسكر الغربي، وإنما ما إذا كان الغرب الجيوسياسي ما زال موجوداً.
أعلنت مصر الانتهاء من توثيق 800 مقبرتين أثريتين منحوتتين في الصخر غرب القاهرة. وقالت وزارة الآثار المصرية في بيان إن البعثة المصرية الأمريكية المشتركة أنهت أعمال التوثيق والمسح الأثري لجبانة مقبرة اللشت في محافظة الجيزة غرب القاهرة بواسطة الرفع المساحي ورسم خرائط مساحية وطبوغرافية ثلاثية الأبعاد. وأوضحت أن المقابر الأثرية محفورة بطول الحافة الصخرية للمنطقة والتي تتميز بطراز معماري خاص. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.